هلو ان ويلكم تو ماي شانل، برحب فيكم صبايا بهيدا الفيديو. اليوم رح يكون موضوعنا يخص العناية بالبشرة. إذا ما كنتوا عم تتابعوا قناتي أو ما كنتوا مشتركين فيها، سووا اشتراك وما تنسوا تفعلوا جرس الإشعارات لحتى توصلكم تنبيهات بكل فيديوهات الجديدة اللي أنا بنزلها. أنا بنزل فيديوهات يوم السبت مواضيع تخص المكياج، الأحد مواضيع متنوعة، ويوم الأربعاء حلقات جديدة من مشترياتي أونلاين أو حلقة جديدة من حلقات ميتا ترايز. سو ما تنسوا تفعلوا جرس الإشعارات عشان ما يفوتكم ولا فيديو من الفيديوهات تبعي. كمان تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيا، وزوروا موقعي meetabdeljaleel.org، بنزل فيه مواضيع كتير راح تفيد، وماسكات واشياء مختلفة. سو اكيد راح تنبسطوا على الموقع، في اقسام مختلفة، بحاول ان ننزل تقريبا 2 بوست اسبوعيا عشان هيك ما حدا يمل مني. وتابعوني على سناب شات لحتى كمان تعرفوا يوميات وتتعرفوا علي اكثر. موضوعنا لليوم رح يكون موضوع جدا 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 شيق. انا واحدة منكم كتير بعاني من البشرة المختلطة، بتضايق كتير لما بحط الميك اب وبلاقي هيدي المنطقة اللي هي منطقة التيزون دهنت عندي، يعني شيء عن جد بيخجل قدام العالم. وبكره لما بضل هيك كل شوية اعمل رتوش، اصلا ما عندي وقت، يعني ما بطلع على وجهي بالمراية، بكون دايما معجوقة يا بالتصوير يا بالشغل يا عندي ميتنج، فما بكون فاضية. إذا كنتوا مثلي وحابين تتخلصوا من هذه المشكلة، أنا رح أعرفكم اليوم على ماسك بياخد العقل، خلينا نتعرف عليه. سو الماسك صبايا خطواته جدا جدا سهلة، بيتكون من مكونين، عنا البيض وعنا الروب الزبادي، روب زبادي لبن. سو اللي بيجي قوامه تقيل، بس اهم شيء ما تستخدموا اللي بيجي فليفرد او اللي بيجي بنكهة الموز او الفراولة، لازم يكون خالي من اي نكهات. سو تمام، روب وبياض البيض، ذاتس ات، ما بدكم شيء تاني. خلينا نشوف مع بعض طريقة تحضير هيدا الماسك. في الاثناء حبيباتي خليني اخبركم عن فوائد المكونات اللي انا اخترتهم وليش اخترت المكونين هيدل. اول شيء بياض البيض بيساعد على تسكير المسامات، بيشد البشرة خاصة البشرة اللي بتكون بعمر الثلاثينات، بيساعد انه يعمل كنترول على نسبة الدهون اللي بتكون موجودة بالبشرة، فبالتالي بتقل افرازات الدهون في منطقة التيزون. اما بالنسبة للروب او الزبادي فإله فوائد كتير صبايا. اول شيء بيساعد على تغذية البشرة، بينعم البشرة، بيرطب البشرة، بيساعد اذا في تصبغات بالبشرة انه يفتحها مع الاستخدام المستمر، بيساعد كمان على تبييض البشرة، بيخلي البشرة كتير صافية ما فيها حبوب، لانه في خواص بالروب بتساعد على محاربة البكتيريا اللي هي بتكون مسببة لظهور الحبوب على البشرة، فبالتالي راح تحسوا انه بشرتكم رطبه ما فيها ابدا هيدي الافرازات الدهنيه. فهيدين المكونين لما بنحطهم مع بعض هم عباره عن خليط رائع جدا للبشره المختلطه والبشره الدهنيه. سو هيدا الماسك بيناسب فقط البشره المختلطه والبشره الدهنيه. اما بالنسبه لطريقه وضع الماسك، الماسك عادي بنحطه باي فرشه عنا اياها، يعني هيدي فرشه ميك اب مخليتها فقط للماسكات. اوكي، بنحطه على كل الوجه والرقبه ما عدا منطقه العين، وما نقرب كثير على الشفايف، غير هيك بنحطه على كل الوجه، وما ننسى الرقبه كمان عشان يشد الرقبه. بنحط طبقه ومن بعدها بنحط طبقه ثانيه، والماسك كميته راح تكون ازيد من الكميه اللي راح تستخدموها على البشره. لهيك مثلا اذا عندكم حدا بالبيت، خلي مثلا اختك ماما تستخدم نفس الماسك معك بعد ما تخلصي منه، لانه ما فينا نخزنه بالثلاجه ونرجع نستخدمه ثاني، لانه هو للاستخدام الواحد فقط. وهلا راح استخدم معكم هيدا الماسك على البشره، وراح خليه على البشره لحتى يجف تماما، وبنسويه من مره لمرتين بالاسبوع. يلا نبلش بالابلكيشن. رجعت لكم صبايا بعد ما جف الماسك، انني اتحدث كالريبوت مو قادرة لكم، بدي اخذ كلوس على وجهي بس بليز ما تخافوا. اوكي، عن جد مو قادرة اتحرك. سو هلا رح اروح اغسل وجهي، بس اهم شيء وقت ما بغسل وجهي بغسل وجهي بمي فاتر، ومن بعدها بغسل وجهي بمي بارد. سو رح اعمل هيدا الشيء وارجع لكم. وهذه هي بشرتي بعد الماسك. بتحسوا صبايا بشرتكم كتير مجدودة، وبتحسوها كتير رطبة، وبتحسوا انه
عادي تحسوا انه بشرتكم نضره. وهذا الماسك بنصح فيه للصبايا بشرتهم دهنيه بشرتهم مختلطه مثل ما حكيت لكم بينعمل من مره لمرتين بالاسبوع ذاتسيت. سو جربوا الماسك وبليز اللي جرب الماسك وين يكتب تعليق ويكتبوا بالكومنتس لحتى كل الصبايا الثانيين يجربوا ويشوفوا تعليقاتكم ويتشجعوا انهم يجربوا هذه الماسكات اللي كتير مفيدة. انا كتير بحبكم، ما تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، واذا ما كنتوا مشتركين اشتركوا بقناتي، فعلوا جرس الاشعارات لحتى توصلكم اشعارات بكل فيديوهات الجديدة اللي انا بنزلها. كمان تابعوني على البلوج meetatjelly.org، تابعوا يومياتي على سناب شات. ولهون يكون خلص الفيديو تبع اليوم، وانا بشوفكم يوم الاربعاء فيديو جديد. انا شو؟ انا كتير شو؟ أنا كتير بحبكم. باي.